وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصدقا واخلاصا. امين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. امين. نواصل على بركه الله وبعونه وتوفيقه الحديث عن فقه الحج والعمره في هذه الدوره التكوينيه التي نرجو ان تكون مباركه ونافعه باذن الله تعالى. وسبق الحديث عن كل تقريبا الجزئيات من أركان وواجبات وسنن وممنوعات، وبقات معنا حصتين. حصة اليوم باش ناخذوا فيها الأسئلة اللي طرحتوها جمعة الفايتة تقريبا مع بعض المسائل المتفرعات، والحصة الأخيرة الجمعة الجاية بإذن الله تعالى ناخذوا فيها الخلاصة اللي اتفقنا فيها، باش تكون خلاصة معناها في ورقة مطبوعة أو صفحتين على أقصى تقدير مش برشا، تكون معاكم الكل لكن لا تغني عما ذكر سابقا. يعني مش هكا الصفحتين اللي جايين تقول هاني نرتاح وريق فيدي وانا كل شيء عندي، لا، هي اشارات مثلا باش تلقى فيها الاحرام، يخرج السنن نتاعو ونخرجوا له المستحبات ونخرجوا له واجبات وممنوعات وهكذا. هذا بالنسبه لل معناها منهجيه العمل فيما تبقى من حصص اقل من ساعة تقريبا 40 دقيقة اليوم، والباقي إن شاء الله ربي ينزل البركة. نرجع الحصة الأولى السبت الجاي بإذن الله تعالى. الحويجة الثانية، اللي عنده بريد إلكتروني مايل ينجم يمدني به، يمدك ربما ببعض الخلاصات التي قد تفيدك. ماهيش يعني حظوة خاصة، والباب مفتوح للجميع. تاخذ البريد الإلكتروني نتواصلوا، ثم شكون بعث لي من عش موجود ولا عندك انت؟ البارح برك بعث لي، وعدتني بالجمعه الاخرى. دونك كي جات البارح خليهم الغدوه ان شاء الله. ما ثم حتى اشكال، هذا مفيد معناها كتواصل يزيد يعاوننا مع بعضنا باذن الله تعالى. الحويجه الاساسيه اللي نحب نقولها هو انه الاسئله نتاعنا كلها ان شاء الله باش نتلاولوها، ثماش ما نغفلش ان شاء الله على حتى سؤال. ونبدا بعون الله وتوفيقه في حكم نسك العمرة. إذا مش ناخذوا الأسئلة حسب ما خذيت أسئلة منكم في الحصتين الماضية، يعني ندور زوز مرايات اللي أرتاح نمشيو بيه والساتر. حكم نسك العمرة، نعرف كلنا أنه الإمام مالك ومجموعة أخرى من أهل الفقه يقولوا أنها سنة، سنة مستحبة مرة في السنة. لكن ثم من الفقهاء من يقول بوجوب العمرة، يعني كحكم تبدا عندك في بالك. لانه مثلا جاني تليفون الجمعه الفايته يوم عرفه، كيف ان الامام بعد الخطبه اقيمت الصلاه بعد اذان واحد، اقيمت صلاه الظهر وصلاها ركعتين، واقيمت صلاه العصر وصلاها ركعتين. قال انت قريتنا باذانين واقامتين، ونحن هنا نتفرجوا توا في مكه باذان واقامتين. طبعا هذا خلاف فقهي، فما عليه الامام الشافعي والامام احمد هو الراي هذا باذان واحد واقامتين، اقامه لصلاه الظهر واقامه لصلاه العصر. في حين ان نحن المعتمد عندنا في المذهب المالكي باذانين واقامتين. تقول لي هذا مش قاعد يصير؟ مش قاعد يصير. ربما يجيش نهار يولي المذهب المالكي هو المعتمد في السعوديه، راسك حي ان شاء الله، تولي تسمع اذانين واقامتين، ماهيش اشكاليه. المهم أنه نعرف أنه باب فقه مفتوح. كذلك إذا لقيت شكون يقول أن العمرة واجبة، هذا موجود حتى أنه مروي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اتفق الجميع على أن العمرة تجوز في كل أوقات السنة، ما عدا رأي خاص بالإمام أبي حنيفة، ما نرك الوقت مش لازم نعاودوه. واختلفوا هل تتكرر العمرة في السنة الواحدة. نعاود ونأكد ونقول أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يستحب عمرة واحدة في كل سنة. هذا المستحب عند الإمام مالك، عمرة واحدة، عمرتين وثلاثة ما ثماش. إذا نجم نقول عادة التونسي في كونه وقت اللي يمشي الغادي فرصة يعاود في العمرة ويجي يعاود في العمرة ويجي. مانيش باش نقول لك هذا غير جائز، لا، موجود الرأي هذا. حويجة برك نوصي بها، ماذا به الواحد ما يعاود العمرة لما يكون مستعد نفس الاستعداد اللي بدأ به العمرة الأولانية. لأنه معروف أن الواحد يعاود العمرة الأولى، يعاود الثانية، وبعد يقول الله يرحمك يا بابا.
عملت فيه لأنه الأمر ثالثة لبي الله يرحمه. وش ندخل بيك الله يرحمه مشى؟ إذا أنت اللي عملت في روحك كنت نبدل عمرة بابا نصدق 100 ريال ونقول هذه على بابا الله يرحمه ينعم. 100 ريال في مكة قديش تولي؟ الريال بمئة ألف، أضرب وشوف قديش من صفر. إذا ممكن نبدل الإنسان صيغة أخرى في التقرب وفي الهدايا اللي نهديها للموتى متاعي، مش شرط تكون عمرة. وحكيت على لقطة اللي مشى اعتمر من بعد وقت اللي دخل القاع سخونة قال هي مش لازم. لكن ردوا بالنا كذلك. فالعمليات هذه ماهيش سهلة، مش يعني ما توليش عندنا فخرة وإلا تنافس كل واحد قديش عمل من عمره. موجودين هذا قديش عملت من عمره؟ لا أنت صح عليك عملت خمسة ثلاثة بركة، لا نحن عملنا ستة. ماهيش كون طيح أكثر. أعمل عمرة واحدة كما ينبغي أن يكون يتقبلها المولى عز وجل، وربي يتقبل منا منكم كل عمل صالح. قد نقول هنا قد تضطر لزيادة عمرة ثانية ممكن، ولا هنا نحكي مع خواننا المرافقين، وانتم كلكم ان شاء الله مشروع مرافق، فيكم اللي مشروع جاهز وفيكم اللي مشروع ان شاء الله يكون جاهز، ونحن ماشيين هكاك. ممكن تكلف بمهمه انت موجود في مكه رجعوك للمدينه باش تعاود تجي من المدينه. هنا من الواجب انك تحرم من جديد من المدينه المنوره، اذا هك داخل عمره ثانيه ما تحرمش نفسك منها. في الحج ربما صعيب شوية باش نعملوها لأنه الحج كنا نمشي ونجي. تفكر خدمة الحج مع قبل منظومة المنتزه الترافيك اللي سابقا، فكنا نمشي مع السائق نجيبوا المجموعة لمكة ونعاودوا نرجعوا في نفس الليلة باش نجيبوا مجموعة ثانية وهي ماشية. إذا الواحد يمشي ثلاثة أربع مرات للمدينة في خلال الأسبوع ماهوش باش يكون كل مرة داخل، وليو ناخذ حكم السوقات والرعاة وكالناس خدامة الحجاج. هذايا في العمرة الصعيب شوية، مرة باش تمشي أنت وتجي مرة ربما، فرصتك تعاود. إذا شوية العقلية هذه عقلية تجديد العمرة مع عدم تجديد الحماس نتاعها وتجديد الروحانيات اللي فيها مهم جدا. لأنه نجاح العمرة في نجاح روحانياتها. إيه نحكي على العمرة الغير، هي حتما. شوف هي حتما ما تكون كل للغير، وما يكونش عمرتك انت تعاود تعبتين ورا بعضها، هذا نتفقوا فيها. والعمر عن الغير يكون ميت وهكا ولا لا، لكن كيف ما يكونش عندي استعداد بدني ونفسي الافضل ما نعملهاش. اللي باش نعملها على بابا نصدق له، وعندك فيها اجر وثواب كبير برشا. نعم. 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 هو ما ثم حتى فاصل عند من يقول بتعداد العمره في العام الواحد، ما ثم حتى فاصل. المهم الخروج الى الحلم، المهم انك تخرج الى التنعيم اقرب الحلم في مكه المكرمه باش تعاود تحرم من جديد. من نبعد شويه على كل الراي اللي ما قالتش به العلماء انت احرم من بلاصتك ودبر راسك ومشي، لا لابد من الخروج الى اقرب الحلم، واقرب الحلم في مكه هو التنعيم 5 كيلومتر. نعم. نحن عمرنا ما نكونوا من اهل مكه، ما دام ما عندكش اقامه في مكه، انت باش تسكن سته سبع ليالي وتقصد ربك. المقيم راهو عايش في مكه. اما هذا مسافر جاء في زياره، الزياره قداش تاخذ؟ اكثر ما خذات والحمد لله رمضان الاخير هذا عدينا فيها تقريبا 15 يوم ورا بعضهم مثالا تقريبا او 14 او اقل شوي. معنى هذا كله ماهيش اقامه، ما يسماش مقيم في مكه. المقيم هو اللي يقرا غادي ولا يخدم غادي ولا ذاك خذاه على صفه المقيم. اما الاخر ليس مقيما، اذا لابد ان يخرج من مكه الى الحل ليحرم بعمره ويدخل وينويها لمن اراد ان يتم له العمره. نقدم شويه جمهور العلماء على ان من يخطئ المواقيت وقصده الاحرام، نحن اتفقنا في مواقيت. جاي من المدينة المنورة عندي ميقات، جاي من الشام عندي ميقات، ونحن ماشيين. اللي أخطأ وتعدى هو قاصد الإحرام ولكن مفطون شو تعدى، ولم يحرم إلا بعد الميقات وجوبا عليه دم. هذا باتفاق. ولكن منهم من قال يلزم يرجع، ومنهم من قال ينجم يواصل. في كل الحالات الدم واجب. هذا نقطة أخرى. عند الإمام مالك لا يسقط عنه الدم وإن رجع. نعم هذا رأي الإمام مالك، خليني أعودك الجملة، لا يسقط عنه الدم وإن رجع.
واضح؟ نعم. هذه مثلا جاي بالطيارة وبش يحرم الرابخ وقالوا له في الطيارة هو راقد وقت مفطور مش حل عينيه تروحوا في جدة والنية متاعه ما تمتش تجاوز الميقات من غير نية عليه دم حتما. حتى ولو تصورنا خذا كرهب ومشى رجع الرابخ واضح يقعد الدم ديما يدس هذا هو. أين عمس واضح واضح طار بن عاشور وشيخ السند فاهمك بالكذا أما هذه من الأسئلة اللي منحبش نقحم فيها نفسي في الإجابة ما قلتش أنا قلت لك منحبش نقحم نفسي في الإجابة وزارة شو الدينية مش رضي الله تعالى عنه خلنا نبدأ واضحين هاي المسجل كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر كان الإمام مالك يبقى قال صاحب هذا القبر عن يمينه هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا الكلام هذا قالوه السادة العلماء هل هو معتمد أو غير معتمد يولي النقاش في مثل في غير هذا المحل خلينا نقدمه شوي واضح هذيك عليه الفدية فدية لأن التجارد واجب قلناها هذه سابقا لما نحن هنا تجاوز النقاش باش سألتوني جمعة الفايتة على الاشتراط يشترط عند الأحرام طبعا مليح في المسألة هذه لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة له أن يشترط عند الإحرام ممكن تشترط أو يكون ثم سبب شنو السبب إذا خاف ثم مانع من الموانع وهنا سواء كان في عمرة أو في حج والموانع هذه مختلفة أبرزها بالنسبة لنا في الوضعية اللي نحن فيها تو هو المرض قد يكون إنسان مريض المرأة تخشى على نفسها ربما حالة صحية زاد يعني بها ربي بعد مش تدخل فيه فمثل هذه الحالات يمكن فيها الاشتراك يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا معتمد عند الشافعية وعند الحنابلة وضع ما نلقاش هذا في المذهب المالكي والحنفي لكن موجود فإذا خشي الإنسان على نفسه حالة صحية حالة مرضية قديش من واحد يمشي معانا وحد وحد المدينة المنورة ويتوفى وندفنوه في المدينة ونمشي لمكة بلاش وثم اللي يمشي على الأخر نهزوه ولا ما نهزوش كل صدق نقول هنا ربي يبارك فيهم الصحة السعودية وصلت وفرت لنا سيارة إسعاف خاصة بالبرونكارك سبيسيال هذوك لمن كان في حالة عملية جراحية بروتيز في الركبة وكذا أعطاوها برونكار خاص وعملت به الأمر فإذا كان إنسان يعتمر هنا وهو يحرم في أبيار علي ويخشى على نفسه أنه ما يصلش نجم يحط الشرط هذا محلي حيث حبستني شو الفائدة نتاعها؟ الفائدة نتاعها أنه إذا حبس ومنع من إتمام العمرة بسبب من الأسباب لا شيء عليه توفى غادي ونقف في حين أنه إذا لم يشترط ولي وجوبا عليه دم ولمحصن والإحصار فيه دم واضح إذا نقل الجمل هذه إذا خلينا نكمل النقطة ونرجع اللي قاعدة تكلم سامحني نرجع قال إذا أرادت المرأة العمرة وخشيت مثلا نزول الحيض قبل أن تتم عمرتها موجودة الحالة هذه فلها أن تشترط فإن حاضر حلت من إحرامها ولا شيء عليه أكم عشتش تدخل الحرم يعني ما خطتش على الطواف ما خطتش على الساعي والعمرة نتاعها بطلت في الحالة هذه إذا هي أعطت الشرط في الإحرام نتاعها يولي التحلل نتاعها إحصار ولا شيء عليه لما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا وجعة
فقال لها حجي واشترطي. تقلق ربما نمشي ربما نمشي. قال لها سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال امشي واشترط. امشي في الوقت ذاك قداش مسافة؟ قلنا المدينة مكة 10 أيام، 10 أيام 400 كيلومتر عملوها في 10 أيام. إذن حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. إذن هذا الاشتراط يخليها كان وصلة تحقق الأمن نتاعها وكملت المناسك نتاعها فبها ونعمت، وإذا ما تمكنتش من إتمام المناسك نتاعها فلا شيء عليها. لأنه هل هذه الصيغة متعينة؟ يقول أهل العلم لا، ما هو الشرط باش تكون بالعبارات هذه، نجم تكون بأي عبارة، كأن يقول اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا يا ربي سمحني أنا وجهي. قول هكا بالدارجة، يا ربي سهل لي العمرة أنا وجهي، كان خلط قديتها لي قديتها، كان ما قديتهاش يا ربي حنان سمحني. هذا اشتراط ومعمول به على خلاف سياق المذهب المالكي. فما شكون يقول هذا لا يجوز كما قلت، ولكن هذا معتمد موجود. وتوسط الإمام ابن تيمية رحمه الله واختار هذا جواز في حق من خشي أن ينقطع عن إتمام نسكه بسبب شرعي كالمرض وغيره. ماذا يستفيد؟ قلت المحرم يستفيد أنه إذا حصل له ما لا يمنعه من إتمام النسك أو منع بسبب أو آخر من دخول مكة يتحلل من إحرامه، ولا هدي عليه ولا فدية عليه ولا شيء عليه ولا حلق راس ولا حد شيء، يخرج منها خفيف نظيف، هكا نقولوا يخرج منها خفيف نظيف. فالمحصر وهو الممنوع من إتمام النسك إذا كان تحصر وهو ما اشترطش صارت له لقطة اللي ما عادش ينجم يواصل، يجب عليه أن يذبح هديا ويحلق رأسه بدليل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وقت اللي جاء الجماعة ووصلوا الغادي وما خلوهوش يدخل، فاضطر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن حلق رأسه وذبح هدية ورجع وعمل عمرة القضاء بعد عام. إذن إذا وقع الاشتراط يسقط هالأمر هذا. تفضل. عليك بالعلوش والحجامة، نقص قدر ألم له تذبح العلوش. هدي لابد هدي وتنقص من الشعر قدر أنبلة. فما أنا في بلاصتك في هدي نقول له سامح لي الإمام مالك هاني بحث الإمام الشافعي تلميذي. الحق الحق، يعني ما دام عندي رخصة. هذا اللي نحكيو فيه، نحن ماناش باش نخرجوا من الخط الرئيسي نتاعنا، وهو نبقى بإذن الله على مذهب إمام دار الهجرة المدينة المنورة وعندك بسم الله ما شاء الله. ولكن جيت وضعيات خاصة توا في الزمان اللي نعيشوا فيه، جيك وضعيات تستدعي أن تخرج مثل هذه الحالة. ها ملول 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 عند الإحرام. لا لا مش ناوي يا ربي إني حاجة على مذهب مالك ولا حاجة على مذهب طرجي جرزيز، لا ما تخليش. نحن نحكيو على المنهجية في الأحكام، دين الأحكام عن مذهب المالكي نمشيو فيها، وهذه رخصة. واضح؟ الرخصة هذه ما تناقضش الأحكام اللي موجودة في الفقه. لا مش بدلت، مش بدلت، خذيت رخصة. خذيت رخصة، كاين قوانين، القوانين ما تمشي وتبدل. باهي هذا قانون فيه تيسير ولا ما فيهش تيسير؟ العلوش 600 ريال. يعني 600 ريال. 480 دينار، قل يا رخص من عمل شمس. لكن 600 ريال غادي كان واحد من الناس نعمل عمرها في رمضان ما صرفتهمش. مش شرط واحد باش يصرفها 600 ريال فيها. إذا رد بالك، على كل أنا نعطيك الحكم ومش إجباري أنك تلتزم به. نعم. نحن نحكيو هنا إيه؟ هنا الجبر بالهدي، الإحصار فيه هدي. فيها نوعين، هذا توجيه التفصيل في الفدية. هو الهدي نوع من أنواع الفدية يكون بالهدي. واضح. مش فرق، هو جزء من الفدية. الهدي، الفدية هي شنية؟ هي خيار من ثلاثة. إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام، أو نسك هدي.
هذا جانب. وثم حاجات أخرى ما تنحك بالهدي، ترك المبيت في ميناء، ترك المبيت في مزدلفة، ترك واجب من الواجبات يمشي كبالهدي. وثم في الفدية، الفدية يولي الهدي خيار مش إجبار، واضح؟ هنا نتكلم في الإحصار، الهدي هو الحل الوحيد مع حلق الرأس كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التربية، نرجع للتربية، هو الآية يا جماعة، الآية عنكم سورة البقرة، وأتموا الحج والعمرة لله كان أحصركم. ففات الحكاية، الآية صريحة، فما استيسر من الهدي. هذاك اللي لم يجد مش معناه عنده الفلوس باش يشري بهم البقاسي وما يشريش بهم البركوس. ما يلزمنا نقولوها زاد. يقول لك لم يجد معناه ما عندوش. ولكن هو عنده باش يروح بال وفاء وفاء. إذا النسك قبل. باه نجيو للتلبية. التلبية ثم شكون سألني المرة الفايتة أنت قلت لي راهي سنة. سنة عند غير الإمام مالك. لكن عند المذهب المالكي هي واجب وتركها يجبر بالدم. إذا التلبية حكمها عن مالك وأبي حنيفة أنها واجبة ويجب بتركها دم. عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد هي سنة لا يجب بتركها شيء. أو علاش نقولوا علاش قلت لك الكلمة جدول لازم واحد يدقق. إذا نحن نعتمد أن التلبية تركها يجبر بالدم. تفسير التلبية مهم جدا، زاد الواحد يتذكر بعض الجوانب النفسية والروحانية اللي ذكرناها سابقا. التلبية وقت اللي ترجع تتفكر انه لما فرغ سيدنا ابراهيم من بناء البيت، ربي امره ان يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامن يأتون كل فج عميق، رجال معناها مترجلين. ذكروا مليح انه سيدنا ابراهيم وقت اللي طلع على جبل ابي قبيس وقال يا ربي ما يبلغ صوتي، قالوا أنت أذن وأنا علي البلاغ. أش عمل سيدنا إبراهيم؟ وقف على الجبل ونادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال فأجابه من كان في صلب أبيه ورحم أمه، يعني ما زالوا في علم الغيب عند ربي سبحانه وتعالى، وربي سبحانه وتعالى مشى صوت سيدنا إبراهيم على كامل الكرة الأرضية. شكون أجاب؟ كل من كتب الله له الزيارة عمرة ولا حجة. قال لبيك اللهم لبيك. وكي ترجع تشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني حتى في تفسير القرآن، ثم من الروايات اللي تقول أن كل واحد أجاب بالقدر الذي كتب الله له زيارة البيت. أنت قداش مشيت؟ ثلاث مرات. أنت قداش؟ 25. لا خرب غادي مشيت 30. الله يسهل لكم إن شاء الله. اللي كاتب له ربي 50 مرة جاوب 50 مرة، اللي كاتب له ربي مريرة مشى مرة، واللي كاتب له ربي مش باش يمشي ما جاوبش. هذه وقت اللي تبدا انت في التلبية وتربط روحك بالسكايب الرباني تحسها. واكثر من هذا، خلينا اكثر من هذا، المغرب في بيضا ونسرح وندخل فيه. اي والله اختلف اهل العلم وقتاش شاك في التلبية. الإمام مالك اختار الصيغة المشهورة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه الصيغة المعتمدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختلفوا متى يقطع المحرم التلبية. عندنا في المذهب المالكي يقطع المحرم التلبية، نتكلم هنا عن العمرة، عند دخول الحرم، يوصل الحرم. في الحج عند زوال شمس يوم عرفة. ماذا بنخرج تقع عندهم أراء أخرى، نمشي ونحن بالالتزام هذا خلطنا الحرم وفات التلبية، وش هو داخل الحرم وباقي يلبي وباقي يرفع في الصوت. الطهارة شرط لصحة الطواف، هذا موجود عند جمهور العلماء. ثم أراء تقول في حاجات أخرى، أما يبارك فيكم ما نبداوش نخلطوا ونلعب، خاطر هنا باش ندخلوا في متاهة خايب برشا. المعتمد وأن الطواف من الأول حتى توفى 7 أشواط حتى نزيد معهم الركعتين بنفس الوضوء. أحرص أنك تكون جاهز لمثل هذا الموقف. وذكر مليح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف صلاة أباح ربي فيه الكلام فلا تقولوا إلا خيرا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يشترط الموالاة في الأشواط، ما تقصش. اللهم
قطع لأسباب صحية خفيفة، ارتاح شوية باش يعمل شرب ماء باش يدوخ، رشوا عليه كذا عطاو طبع سكر، ممكن يقع حاجات بسيطة لا مانع منها. كملنا الشوط ولا نحن في أثناء الطواف أقيمت صلاة فريضة، حتما باش تقص على الطواف وتصلي الفريضة بتاعك وتبني من رأس الشوط اللي تقص، عملت 3.5 تحسب 3، 4 وشوية تحسب 4، وهكذا حتى تتم الأطوفة نتاعك السبعة كاملة، وجي بعدها وتصلي ركعتين بإذن الله تعالى تكون أمورك لاباس. نعم ديما ابني على اليقين باش ننسى، كما الصلاة ننسى ندرى 3 ولا 4 نعمل 3، ولو هو توا نسيان نجم نقاوموه بالوسائل. شنو هي الوسائل؟ كل السبحة الظريفة فيها 7 كعبات، كتاب في يدك يعاونك، الكتاب ساعة نعتمدوه مش هو قرآن هذاك شوط الأول شوط الثاني شوط الثالث، لكن يساعدك في تعداد الأطوفة، قداش عملت من شوط، لقيت شكون يعمل في جو الروح، ويمكن نسيت تتعدى مرجان ودبالك، كل ما تعمل دورة تعمل عقدة في التقرير نتاعها. طيب بالنسبة للمرأة تتعدى، أما بالنسبة للراجل في الآخر تخرج كل عقد ما عملنا شيء، ما دخلت في حسبة أخرى. إذا طريقة من الطرق تحسب بها ونتعاون في الحساب من غير ما الموالاة أيضا بين السعي والطواف، كملت الطواف وراه سعي، كذلك السعي لا يكون سعيا صحيحا إلا إذا كان إثر طواف صحيح. إذا كملنا 7 أشواط صلينا الركعتين الحمد لله، الوضوء هنا إذا كانت تحس روحك متقلق نجم تنقض وتعاود تتجدد الوضوء، وهنا أنت داخل على السعي. قلنا سابقا اللي السعي هو يستحب فيه الوضوء ولا يجب، أما من الأفضل ديما تبدأ بالكمال ما تبداش بالنقص، ابدا واذا لا قدر الله، لانه معروف السعي بارد ياسر والقاعه بارده برشا، بالنسبه للمراه ما عندكش مشكل لان بطبيعتها مستوره، بالنسبه للراجل ممكن استعمال الشلاكه نتاعو وتبدا نظيفه بارده يتوف يسعى بها، لانه بالفعل السعي بارد بشكل مريح معناها قوي برشا برشا برشا. اذا موالاه ان يكون وراء بعضهم، يرتاح شويه ما ثماش مانع، اما يرتاح برشا يولي فيه مانع. ولذلك الشيخ الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للشيخ الدردير يقول المشي في كل من الطواف والسعي واجب على القادر، طبعا ما يتكلمش على صاحب العذر، صاحب العذر ذاك يركب ولا شيء عليه، لكن نتكلم الانسان اللي توا ولات فيه الرفاه، راكم شفتوا في الاخر ولات موتورات معناها تمشي قريب، اقترحوا عليهم انه يعملوا لهم كل الزربيه المتحركه هذيك تسمى سعي، عبارة على واحد حط صندوق موز وخذها من غد، شنو يسعى؟ ما سعاش الصندوق قاعد يمشي واحد، إذا ردوا بالنا شوية ما الترفه، الترفه هنا راهو ممنوع، ردوا بالنا المشي في الطواف والسعي واجب لمن كان قادر عليه، فإذا طاف أو سعى محمولا أو راكبا فهو مأمور بإعادته ماشيا، مادام في مكة، هذا رأي الفقهاء. قال وإن رجع لبلده ولم يفعل، لو تصورنا الواحد عمل كروس وعمل جو روحه، خاصة الكروس جدد ما شفتوهم ولا يودي فلس على حالها تقول يسوق في ليموزين معناه وهو يطوف وعمل جو روحه وهو غير محتاج لمثل هذا الركوب، هذا لابد أن يكون عليه دم. الشيخ الدسوقي يقول وإن رجع لبلده يلزمه دم، فإن رجع إلى مكة وأعاد الطواف ماشيا سقط الدم عنه. إذا رد بالك ما يكونش ثم ترفه في الباب هذين. ثم أرى أخرى عندنا فيها؟ عند المالكية يقول الشيخ عليش في منح الجليل، منح الجليل من شروط السعي الموالاة في نفسه. كما قلت يغتفر القطع اليسير. يعمل 3 أشواط وصلى فريضة ولا عمل 3 أشواط ومشى شرب شربة ورجع كذا، هذا يتسمى قطع يسير وهو مغتفر من غير طول ويبني عليه. نعم كما ورد ذلك في المدونة الإمام سحنون. وأما الموالاة بين السعي وبين الطواف فاتصاله بالطواف شرط، وهو عند ابن أبي زيد القيرواني سنة، ويذكر برشا أقوال اللي يتأكد هالمعنى هذا ما نطولوش فيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه النسائي وأحمد وغيرهما
إنما الطواف صلاة، وهذا يبارك فيكم ربي نسمعوه مليح مهم جدا، إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام، فأقلوا الكلام. نكمل حديث آخر موجود في الترمذي ومصحح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. هم نزيد حويجة هنا مهمة جدا تعرفوها الكل. نحن اليوم يجي شي واحد يصلي، مثال يصلي في المغرب وبحذاه يا أخويا معز، أما أنا برشا تصور مع بعض إن شاء الله نعاودوه، قال سمع الله لمن حمده، نجد البورتابل ونعمل رجل أختي سيلفي، نعمل سيلفي مع أخويا معز، جي هذه في الصلاة هاكم يعملوا فيها في الطواف، هاكم يعملوا فيها في الطواف. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لي، قال لي الطواف إنما، رد بالك حصرا، إنما الطواف صلاة. كي تسمع الحديث هذا معناه بورتابلوك مسكر يا عيشي كده رجلك مسكر، سكر 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 البورتابل ما يتحل لما تكمل عمرك، حل البورتابل. من حقك باش تتصور، من حقك باش تعمل صورة تذكار مع بيت ربي ومع أحبابك وأصحابك وأقرب الناس ليك والناس اللي تعرف، لكن عملها مسرحية، عملها مسرحية، عملها تمثيلية، معناها ماكش في طواف صحيح، في داخل عملنا تصويرة مع الكعبة فترة تمشي، أما أنت في عبادة وأنت في عبادة في تواصل مع الخالق جل وعلا. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يؤكد ويقول إنما الطواف صلاة، وأنا نستعمل في الإنترنت مصيبة راهي. نعم ولدي الله، حتى من أهل المالكية يقول تصلي، بعض منهم يقول هاو قدامي الجملة أنا نقصتها وأنت رجعت إليها، تلقى الكلام هذا موجود في الشيخ عليش وغيره، يقول يغتفر التفريق اليسير بين الأشواط كصلاته أثناء الطواف على جنازة. حتى الشيخ ابن أبي زيد القيرواني في شرح رسالة يقول إذا موجود. نحن ديما نقول لهم ماذا بكم ما تصليوش وكذا، ما رأيت تصلي فلا مانع، موجود موجود في داخل المذهب، أنا نحكي عن المذهب المالكي. أي نعم نعم موجود الكلام هذا موجود، وارجع للرسالة وارجع لشيخ عليش اشخاص. اي هذاك هو، اي هو بطبيعة القصص، اما نحن كنا وديما انا لتوا مثلا جماعة اللي يبداوا يطوفوا معنا نقول لهم كملنا الفريضة نقصدوا ربي، ربحا للوقت وربحا بل بالعكس، شفت فترة صلاة الجنازة ساعات نعملوا شوطين كاملين لأنه ما العباد واقفة صفوف ونحن ما بين الصفوف. فلا مانع موجود، لو ساعة ساعة أنت تطوف في وقت غير صلاة فريضة وتقام الجنازة، يجي وقت من الأوقات تبدأ بالأربعين بالخمسين، أنا حضرت على الأربعين جنازة في الظهر وأربعين في العصر، أربعين كان حادثا الله يرحمه الله يرحمه. موجود 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 هو، لا لا في أيام الحج وقت اللي تبدأ شادة بعضها كما توا شهر أود الجنازة تقام كل ما تحضر جنازة، ما يقعدش يستنى حتى توا تخلط، ولذلك يصليوا حتى بالليل. هل شفتم؟ لأن احنا عندنا في ماذا بالليل ما نصليوش بالليل، لكن هذا خشية التراكم والحسابات في الجثث، إذا حضر يجيبوه ويصلي ويتعب كل وقت كل وقت، باه قدموا شوي. نعم طبعا خارج الحجة، لا لا هم بيدهم قايمين بواجب كبير فيها، باه نزيدوا نقدموا شوي، فهمنا في الطواف فهمنا في البورتابل. اي نعم تفضل. اي نعم هذيك نصليوها على غير المذهب المالكي، المذهب المالكي اذا طفت انت وتخلى عليك صلاه العصر ركعتين تخليهم بعد المغرب، اي هكذا تخليهم بعد المغرب، معناها تقعد تستنى السعي نتاعك تعملوا بعد المغرب. ولذلك عمليا لهنا يولي الانسان يصلي ركعتين
على رأي الإمام الشافعي القائل بالنافلة ذات السبب ويتوجه يكمل السعي نتاعو. وهذه الحالات اللي تتفرض علينا، علاش قلت لك تتفرض علينا بعض المعاملات ما يتشددش الإنسان برشا باش ما يضيعش النسك نتاعو. إي نعم. تفضل. يبني ديما يبني راس للشوط، معناها كيما قلنا زوز ونص ثلاثة ونص، لكن الوقت هذاك كان صيف نحيل. طبعا لابد لابد لابد، هو اصلا ما يخليكش تكمل الطواف، يفرض عليك الوقت. باهي نكملوا هالنقطة الأخيرة لأنه الوقت زربنا وللحديث بقية كان في العمر كذلك. أعمال يوم العيد، أعمال يوم العيد عندنا في المذهب المالكي بالترتيب، وترك الترتيب هذا فيه دم وفيه فدية. شنو الترتيب؟ أول ما تبدأ الصباح تبدأ برمي جمرة العقبة، أنت جاي من مزدلفة قصد ربي الميناء، تمشي لآخر ميناء باش ترمي العقبة بسبع حصيات. ثم يجي بعد إذا عندك هدي باش تنحر وتنحر، والهدي يختلف عند اللي مثلا متمتع أو قارن ولا من نوع هذا. واللي ما عندوش المفرد، ما حكينا المفرد ما عنده حد شيء. إذا بعد رمي جمرة العقبة حلق شعر الرأس، وبعد حلق شعر الرأس يكون تحلل التحلل الأصغر، نجم يلبس حوايجه ويبقى عليه طواف الإفاضة. إذا هذا هو الترتيب في المذهب المالكي، رمي العقبة، حلق الشعر، وطواف الإفاضة. وإذا ثم نحر، النحر يجي بعد رمي العقبة. الإمام مالك يقول من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية. من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية. نحاول أن نلتزم بالأمر هذا، وهي عملية سهلة، ما ثم حتى شيء يزربك للحلق. أنت هابط من مزدلفة ماشي لآخر ميناء ترمي وبعد تمشي تحلق على رأسك، وفيهاش إشكال. في بقية المذاهب ثم رأي آخر وحسابات أخرى، والتقديم يأخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك. افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، كما جاء في الحديث، حديث صحيح صحيح مسلم وغيره. ولكن الإمام ابن أبي زيد القيرواني وغيره عندهم تفسير خاص لهذه الحادثة، وبالتالي خذوا برأي الإمام مالك أن نبدأ برمي جمرة العقبة ومن بعد نعمل الحلق ومن بعد نمشي طواف الإفاضة. فإذا خالف هذا الترتيب هذا يولي وجوبا عليه فدية. التقصير والحلق تعميمه هو الأحوط، يعني وقت اللي نجي باش نقصر من شعر أو أحلق. الحلق معروف هو باش تحلق شعر الرأس الكل، ولكن التقصير يكون من كامل شعر الرأس من باب الأحوط. نلقاو بعض ناس ينحي ذريبات بمقص هكا ضربة منه وضربة منه، الإمام الشافعي يمشي لثلاثة شعرات، فالكلام هذا في غير المذهب المالكي يجوز. أنا يقول باش نقف هنا، باش نخلي الفدية والحديث عن تفصيل الفدية الحصة الجاية، لأن تقريبا زارت حدود 10 دقائق، 10 دقائق بالضبط في صلاة المغرب، باش ما نشوشوش على الأخيان اللي داخلين. كان ثم سؤال نلخص نقول، نهار السبت الجاي بإذن الله تعالى كان في العمر بقية الحصة الأولى تولي كالعادة، نكملوا فيها الجزئيات هذه مع الوريقة اللي باش تكون بين أيديكم، ونوريك فيها منهجية المراجعة نتاعها. ومن بعد بإذن الله تعالى باش يكون عندنا التقييم المتفق عليه للحصة اللي بعد يوم 31 أوت بإذن الله تعالى. والله من وراء القصد، معناها مادام ثم قصد طيب مبارك وثم استعداد، إن شاء الله نكونوا كلنا من الفائزين. هو راهو يكفي أنك جيت البيت الله عز وجل وتعلمت ما تيسر من دينه، فهنيئا لك ما فعلت، وإن شاء الله ربي يكرمنا وإياكم بصحة وعافية، تمكننا من العودة إلى الحرمين وأداء النسكين إن شاء الله تعالى بإذن الله. تفضل أنت. اللي هو هذا في الآخر، علاش أنا كيف نذكر المسائل هذه باش ما نتشدوش برشا، نقول جا شيء عليه وننصحوه مرة جاية ما عادش عاود. أما بإذن الله عمرته صحيحة وحجه صحيح وأموره صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم. طواف الوداع قلنا في المذهب المالكي عكس طواف القدوم، القدوم هو الواجب وتركه يجبر بالدم، طواف الوداع سنة من السنن المؤكدة يحرص أن يقوم بها،
إذا منعه مانع من أداء هذا الطواف لا شيء عليه، إذا تمنع بمنع شرعي، أما أن يتركه طرفها لا، فهو آثم. هذا هو، نحن هذاك علاش نقول الأكل هو راه ثم من المذاهب اللي سعي يجبر، يولي الوداع هو واجب وتركه يجبر بالدم، وثم هالمذاهب جديدة الحقيقة اللي تقول لك لا الوداع الواهب ما حتى شيء، وعندنا برشا عوايد غالطة كان يبدا يودع في الكعبة وهو خارج القهقرة مع مارشالير يعثر في واحدة بتاع راسه ويطلع لك بطلعة أخرى يقول لك راهو إذا عملت طواف الوداع وخرجت ما عاد تشري شيء. ساعات أنت مشيت روحت للعمارة ودبشك حاضر أمورك حاضرة وهانية وحاجة خارجة عن نطاق سي محمد ومن معه، ووخرت الحافلة ووخرت الطيارة، ساعات عملوا لي تليفون وقول لي الطيارة راهي من غدوة. إذا البرنامج تبدل، هذا كله خارج عن نطاق المعتمر ومن معه، معناه لا شيء عليه، راه باش يمشي يشري ماكله ولا باش يمشي يشري حاجه، ما يعاودش يشد المغازه صحيح. نذكر الحاجه الله يذكرها بالخير هذاك العام باش تخرج وكملت وريقلت وعملت، في الاخر قلت والله فكرت باش نمشي ناخذ فرده ذهب، تصور انت في اخر دقيقه باش ناخذ فرده ذهب. لا هذا هذا بالحق يولي فيه، اذا لا نقول بان الوداع حاجه فارغه ولا، بل بالعكس انت تودع بتربي على امل العوده، فالوداع تحرص عليه كل الحرص، وهو عندنا في المذهب المالكي سنه من السنن تؤجر عليها وثوابك كبير. اذا كان لا قدر الله حبسك حابس بسبب او اخر تركه لعذر لا شيء فيه باذن الله. نعم. شوف من غير مشقه معه هو مش مطالب باعادته، لانه ساعات راهو حتى المغادره نتجبروا عليها. نحن نغادر مكه، كم مره غادرنا مكه ورستنا ملوحين في اوتيل في جد، واضح؟ فمع عام العوام مش في اوتيل برك، اوتيل وتلفزه جايه تصور وحسن، معناها حاجه خارجه عن نطاق. عندك وقت ما تحرمش نفسك من بيت الله، يعني حتى في الصلاه أنت موجود على قاب قوسين من الحرم مؤذن وعندك ثم إمكانية، والمرافق المسؤول يبدأ عارف البرنامج نتاعو، ربما أنا كمرافق نقعد في بلاصتي، وفعلتها كم مرة؟ ساعات عندي بقاج العباد قدامي والحافلة ما دخلتش. إذا نقول له اهبط للحرم برا صلي وارجع يبارك فيك، ما تعملش وراها تراويح. يعني صلي بسرعة الفريضة وارجع لي، وصلي أنا فريضتي ما بين حقائب المعتمرين. وحافظوا عليها. هي هي عملنا طواف الوداع، عملنا كل شيء مستنوا في الحافله، والحافله هي اللي ما جاتش. لانه ثم مانع منعك من المغادره، لا تحرم نفسك من اداء فريضتك في، لكن انت هناك مرافق راه تضطر ساعات باش تاخذ غادي في وسط البقاج. هذا هو. به لا لا مش حكايه محبه، ماهيش حكاية هذاك، كله اعمل قبل طواف الوداع، اعمل قبل طواف الوداع، انا نحكي بعد طواف الوداع كما قال ولدي لهنا. وترى طارئ حدث حادث اجبرنا باش نقعدوا نستنى، اجبرنا باش تطوال الاقامه، اجبرنا باش نباتوا، ما يحرمش نفسه من العوده للحرم، لكن كان مرافق راهو ساعات ما تنجمش تحرك من بلاصه، الناس هبطت بقاجها وهبطت وحدتها، انت إذا الوقت يسمح لك تو ما تحرمش روحك، ما تحرمش روحك من فضل الله وفضل واسع، أما كان مرافقة ما تصورش الوقت باش يسمح لك، لأنك عندك ناس مؤتمن عليهم عندك مانع وعندك بالضبط عندك مهمة أنت مكلفة بها، تقول لي حتى من بلاصتك ما تحركش، والله قدام الحرم اللي يعرف قصر النور سابقا ما جاي في الجبل الفوق، هكا القصر هذاك ساعات الحفلات ما تدخلناش وقت الأذان، نضطر كمرافق باش نقعد أنا في وسط العفش نتاع الناس بقاجهم ونقول له برا بتصلي ورجع لي بارك فيك فيسع، ما تعرفش عليه وقت ايش سايب لنا الكار، لكن مسؤوليتي انه بقاجه لازم يكون انا مشرف عليه، مش نسيب البقاجه نعمله كما اللي قال اوك في يد ربي، ربي قال لك اعقلها وتوكل في يد ربي، من بعد يجي واحد يهز نتاع ربي زاد هو.
إذن للحديث بقية. رب يبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.